في اكثر من من مره سمعتك توجه رساله لزملائك في شوف لي حل وتقول لهم امشيوا تفقدوا عائله سفيان الشعري امم فما تقصير هو ما فماش تقصير هو ما فما شيء ما فما شيء عجبتني ل... فيش هذه هبطت مؤخرا مم. عملوها لسفيان الشعري الاسطوره سفيان بارتاجيتها هو صوفيين متوفي اما كان جاي حي وهبط ولا في شذايا راهي قاعدة ما قامت معناتها فما كان هو في البلاد معناتها باش تقولوا كان هو فما اسطوره وي عندنا برشا 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 عمالقه في الكوميديا خلينا نبدا باعلى هرم اللي هو لمين النهدي وتحياتي ليه <applause> آه. آه وبيان سور اللي 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 صغار معناتها وكل شيء لكن صوفيان اسطوره لا بروف مات خاطر الاساطير ما يعيشوش برشا قلت ما فما شيء لا يسالوا قسما عظما يا هادي صدقني حاجه غير عاديه ما يسال حد على صوفيان؟ حتى حد حتى بعد كل نداء نكلم تتا قلها سي بون فما شكون كلمك سالك عليك سال عليك قولي لي لا الوحيد اللي يسال على سفيان الشعري هو مهندس الصوت محسن الفريشي تحياتي هو اتقوا هو ولا حتى قلبهم يوجعهم ولا حتى تسخفهم امراه معناتها كبيره في العمر فقدت ولدها والكبده مشومه وحتى اللي ما عندوش كبده ما ايش معناتها امراه فاقده ولدها ما انت انتي كي تسمع فلان على الفيسبوك توفى وبتتر انت ما تعرفوش كريمون ما تعزيه ما تنجمش تتعدى على الموت كيكا معني عرفت تحس العائله في حاجه للتليفونات من نوع هذايا صدقني معناتها محطمين على الاخر معناتها توا عامل حبيب مثلا مسكين مريض تاتا لطيفه كيف كيف مريضه سورتو في الوقت هذاك هيدي انا تقول لي كلمه تاتا لطيفه تقتلني بها الكلمة هذيك أم سفيان الشاعره أم سفيان تقولي لي نشم عليك ريحة سفيان ما تتصور أنت أم أم فاقدة كبدتها تقول لك الكلمة هذي شنو تحس آه ما من نجمش ما نكلمهاش حتى كان ما كنتش من صحاب انا وياها من قبل ما نكلمهاش حتى لو كان عمري ما مشيت لدارها معناتها بلوتو نكلمها قداش من من كلمك ينجموا يتغشوا فنانين وممثلين آه نحكي على أغب. كمال التواتي نحكي على جميلة الشيحي نحكي على والله أمورهم دبر راسهم شبيخي أول مرة أنا قلت الكلام هذي هيدي سيدة منى أمورهم دبر راسهم اللي يحب يتغشش يتغشش توفيق البحري بالنسبة لمالتاتا لطيفة موجودة وتنجم تقوله لكم الكلام هذايا و... وأنا قديش من مرة هي بيدها تطلب مني هادي راه تاتا تطلب مني تقول لي قول في التلفزة راهم ما مش قاعدين يكلموا فيا على اساس باش تشجعهم باش يواسيوها باش خاطر مصابوها حاجات بطريقه تلقائيه عفويه مشوش بال بالدزان معناتها والله انا عملت اللي عليا هيك آه لما تراهم في التلفزه يحكيوا على سفيان الشعري وانت تعرف انه ما يسالوا باش تحس؟ آه بروبابلومون استنسنا معناتها الامور هذيا ولات تجري في دمنا مع انت عرفت هاك هاك قلت ودرا وعدي ما ما عادش يهمني ما عادش نحكر ما عادش ما عادش القي بالا قال الراجل كل واحد يحكي شنو يحب